اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، بلاد العلم والعلماء حقاً وحقيقةً. هذا هو النور، هذا هو النور حقاً وحقيقةً. بنور العلماء، نور العلماء أخذوه من الله سبحانه وتعالى، ونبينا الأكرم من الله جل وعلا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنهم ورثة الأنبياء حقاً وحقيقةً، فعليكم الاحترام الكثير أكثر من الآباء والأمهات، لأنكم تدرسون لديهم، وربوا الأيتام كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. رحمة الله عليك يا تاج العلماء، يا كبير الأولياء الذي تخلق بخلق نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وتواضع بتواضع رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. الله يرفعه درجات إن شاء الله مع إخوانه العلماء وجميع العلماء حاضرين غائبين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انزل بركات من السماوات والأرض على هذا الحضور المبارك وعلى هذا المجلس المبارك. اللهم زدهم وزدنا والمسلمين حاضرين خيرا وبركة وصحة وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا وذرية مباركة حفظا للقرآن الكريم ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. اللهم احفظ بلاد هندستان، بلاد الأولياء والعلماء والمشايخ حقا وحقيقة. اللهم احفظها مع سائر بلاد المسلمين من أهل السنة والجماعة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ العلماء فرداً فرداً وعداً عداً حضوراً غائبين يا رب العالمين، ولنا معهم إن شاء الله إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.